سباحه الثلوج دي رياضه جديده ابتكرها الروس ونظموا فيها بطوله في درجه حراره 10 تحت الصفر. تعالوا نتابع. للوهلة الأولى عندما تجد متسابقين يتنافسون في السباحة داخل الثلج تظن أنها فقط مصحة أو ترفيه، ولكنك ستغير رأيك عندما تعلم أنها رياضة مفيدة للصحة. ففي إحدى المقاطعات الروسية أقيمت مسابقة للسباحة في درجة حرارة 10 تحت الصفر، اشترك بها 73 متسابقا في مختلف المراحل العمرية، مما يدل على ولع هؤلاء المتسابقين بهذا النوع المثير من الرياضة. يوجد القليل من المسابقات وأشعر بالحماس أكثر ويوجد تشويق، لكنها تحدث مرة في العام وهذا قليل جدا بالنسبة لي. العشرات جاءوا ليشجعوا المشاركين في هذه المسابقة وسط حالة من الفرح والرقص منتظرين الفائزين من مختلف الأعمار. إنها باردة للغاية وصعب السباحة فيها، ولكن الآن أشعر بالدفء. العضلات تتيبس داخل الثلج ويصبح من الصعب التنفس. رياضة السباحة داخل الثلج في روسيا من الرياضات النادرة، فالكثير من الأندية الروسية ينتظرون قدوم الشتاء لممارسة هذه الرياضة التي يحقق فيها المشاركون جوائز مختلفة. فممارس هذه الرياضة لا يجدون فيها فقط المتعة، ولكنهم يجدون الراحة الجسدية والصحية. نعم، الراحة الصحية الناتجة عن ممارسة السباحة في الثلج. رياضة مصارعة المحترفين ليها جمهور خاص بيها في كل أنحاء العالم، وليها جمهور كبير جدا في مصر. ده اللي خلى مجموعة من الشباب عملوا اتحاد خاص بيهم. تعالوا نتابع.